راهم سكان والتجار تاع الحي هذا. المشروع هذا طول، احنا ما نجددو لكن طول بزاف، ما هوش حاجه اللي تشوف ماتريال ام بالانتريك اللي راهم يغبنوا كاين بيدخل داره ولا يجي كلام ولا حاجه التجاره رقدت. التجار اللي راهم حاسين سيد الوالي رانا مضرانين بزاف، رانا بزاف بزاف، رانا في 20 يوم ما دارش فيها خطوه، وراه مازال يقول بلي كون كل اللي قعد هنا طول حياته ما عندوش الماتريال باه يخدم، هذا راه عاطل بزاف بزاف، وعاطل الناس وما عندوش تيوات، ما عند ماهوش مهيئ واش روحو باش يخدم. نورمالمون بروجي كيما هذا يخدم نص بالنص ويحل الطريق على الناس. راه كونطانينا كاع دوك حنا ورانا رانا 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 حابسين 100%. هذا المقاول ما عندوش يعني الماتريال وما عندوش حاجه اللي تسجل لا سيركيلاسيون، هذه طريق ناسيونال، هذه راهي تدي حتى الفروندات اخرى تخرج وتدي حتى للسونتر فيل. بسم الله، السلام عليكم سيد الوالي، ماذا بك تدخل؟ رانا تجار هنايا وحرفيين، ماذا بك تدخل في اقرب وقت؟ لان الطريق راه مقطوع ورانا في كارثه، رانا في سيمانه ما خدمناش كاع. ماذا بك سيد الوالي تدخل؟ راه المقاول هذا جايب كامي واحد وكاز واحد، ماذا به يكثف الماتريال تاعو ويكمل الخدمه تاعو، حنا مانيش مانعينو من الخدمه تاعو، يخدم على روحو، بصح لازم ياكتيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم قبل كل شيء. حنا الطريق هذه الطريق ناسيونال خويت بها عبد القادر هذه وينا، حنا ما صنامين داخلو، بصح حنا ندورو كاع ندورو تيرت كامله باه نمشو معاه، حنا هاد الناس هادو اللي باغي يخدمو، ماشي الشونطي قاعد مبلع لنا هنايا وقاعد يتمسخرو بينا، انا نعرف اللي في الرئيس تاعك قال كلمه قال 20 يوم نبني ثلاثة تاع المستشفيات، هذو راهم في 40 يوم ما صنعوش روغار، هذا موش مقاول هذا كاع، انا نعرف اللي موش مقاول، مقاول يخدم خدمته. هاكا نعرف انا بلي الطريق مقطوعه تدي وتجيب هذه دبل هذه تير فرنده وكل شيء، راه مبلعني في السيمانه ناخذوا كاع الاحياء. قرم دينا نطلب من السيد الوالي ياخذ بعين الاعتبار ياخذ الطريق هذا وين يجي يشوفها، راه كارثه انا واقع مع هاد الناس هذو هم. انا مواطن حصلنا ولادنا اللي يكون مثلا من دوم من نجيبهم نروح يا خويا نطلب من هذا المكان هذا وين نطلب من السيد الوالي يدخل هذا المقاول راه راكب فيها الى با يقطع طريق با يصنع حفيقه ولا بلاستيو تاعو راه قاعد لنا فيه عام يجيب لنا كاع الشتا يجيب لنا الشتا الكوميرس منا حبس كل شيء حبس لنا حنا هنا انا هذه نطلبوا من السلطات والوالي تاع تيرت يشوفوا لنا حل يسرعوا في النشاط هذا تاع باه يسلكونا باه على بال الخدمه التجاره وعلى بال باه كي رانا نجوا غير ديارنا واحد بقى يكبر طريق ويدخل كاع من هنا ويدور وفاهم كي يجوا لازم يتخطاوا كاع المداخلات بزاف بزاف رانا مبرينا وشكرا. هذا الواطا كي يجوا يدخلوا حتى القريب الشونتي ومن بعد يديروا الواطا ها ولحقوا له باش يرجعوا قاسنا التراب هنا قدام الحانوت ما كانش ليه ما كانش ليه سكاري ما كانش ليه حتى حاجه رانا مجي فينا رانا الله غلب علينا نطلبوا منك من الله تعالى ورب العالمين يا سيدي الوالي شفنا هذا حالتنا رانا مغرور فيها بزاف بزاف. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.